السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بفيديو جديد. اليوم راح نتكلم عن مكافحة حشرات نباتات الزينة. كل واحد عنده في البيت نبتة بحب يعتني فيها، بس إذا صار فيها حشرات أو صار في إصابة أو بتسبب له حشرات بصير بده يتخلص منها. لا، اليوم راح نلاقي لكم الحل وراح نجاوب إن شاء الله عن جميع استفساراتكم بخصوص الحشرات اللي بتهاجم نباتات الزينة المنزلية وطرق مكافحتها بكل سهولة إن شاء الله. لا تنسى عمل لايك واشتراك في القناة، وأي تعليق أو ملاحظة تكتبوا لنا إياها أسفل التعليقات. ورجعنا لكم من جديد الحديث عن حشرات النباتات المنزلية أو نباتات الزينة داخل المنزل. بتم تقسيم نباتات الزينة إلى قسمين. أول قسم هو نباتات الزينة داخل المنزل ونباتات الزينة خارج المنزل. رح نتحدث عن أهم الحشرات والطفيليات والرخويات اللي بتصيب هاي النباتات حتى نحافظ عليها تكون بنظارة وتكون بمنظر جيد ومنظر مناسب داخل المنزل. أول حشرة هي من الورد، من الحشرات اللي بتكون موجودة على الورد بكثرة في جميع مناطق وتنتشر أو تزداد وجودها على الورد في الربيع وتكون موجودة في جميع أوقات السنة. لها من 10 إلى 20 جيل في السنة. تهاجم البراعم الزهرية وتؤدي إلى تدميرها، وتفرز الندوة العسلية التي تهاجم أو يهاجم النمل أو يدل على وجود النمل في هاي الإصابة. وجود الندوة العسلية بسبب المادة السكرية يؤدي إلى هجوم النمل على الورد، مما يؤدي إلى ضعف في النبات. البراعم الزهرية ما بتتفتح، يؤدي إلى تدمير البراعم الزهرية في حال إصابة الكثيفة. انتقاله من نبات لنبات آخر، يعني من أخطر حشرات اللي بتهاجم الورد أو نباتات الزينة الداخلية أو الخارجية اللي هو من الورد. ثاني حشرة اللي هي البق الدقيق الكروي. سبب تسمية البق الدقيق الكروي بهذا الاسم لأنه يغطيه مادة بيضاء دقيقية أو مادة شمعية، عشان هيك سهل تمييزها زي ما احنا شايفين بالصورة، سهل تمييزها عند وجودها على نباتات الزينة. تمتص عصارة النباتات وتضعف النباتات، تكون موجودة على الأوراق، على الأفرع، على السيقان، تؤدي إلى ضعف في النبات وإصفرار في النبات، وفي الإصابة الشديدة تؤدي إلى موت النبات. عشان هيك لازم يتم معالجتها بأسرع وقت ممكن حتى لا تسبب ضرر لهذا النبات، وأيضا ما تنتقل لنبات آخر سليم. الحشرة القشرية عبارة عن دوائر بنية فاتحة اللون، شمعية صغيرة موجودة أسفل الورقة. أيضا الحشرة الخطيرة جدا وبتكون موجودة بكثرة في نباتات الزينة اللي هي الذبابة البيضاء، سهل تمييزها، من الحشرات صغيرة الحجم، تعمل على امتصاص العصارة النباتية وتعمل على إصفرار النباتات. الأعراض بتكون واضحة، الحشرة بتكون موجودة بكثرة على النباتات. أيضا حشرة التريبس، حشرة مصة للعصارة النباتية، بتكون موجودة على مجموعات أو بتكون موجودة في مجموعات على الأوراق، تترك بقع بندية أو سوداء موجودة على البراعم الزهرية من الداخل. يعني الأعراض معظم الحشرات بسبب امتصاص العصارة النباتية تؤدي إلى الإصفرار، ولكن أنا اليوم لما أورجيكم صور هاي الحشرات وأورجيكم شرح عن هاي الحشرة بنقدر نميز بين كل حشرة وكل أعراض بسهولة التمييز بينها وسهولة المكافحة والتخلص من هاي الحشرات. أيضا من الطفيليات اللي بتهاجم حشرات النباتات المنزلية اللي هو العنكبوت الأحمر، وهو نوع من أنواع الحلم، يصيب النباتات بكثرة خاصة نباتات الزينة. موجود أماكن الإصابة نسيج عنكبوتي على الأوراق المصابة، وتكون ذات لون أصفر أو بني محمر على شكل أو لون الصدى. هاي أهم الحشرات والطفيليات اللي بتكون موجودة على حشرات النباتات المنزلية.
أيضا راح نتكلم عن الحلزون أو القواقع اللي بتكون موجودة في الحديقة بشكل كبير. هذه القواقع ليست من الحشرات بل هي من الحيوانات اللافقارية من قبيلة الرخويات، لها صدفة خارجية كبيرة سهل تمييزها، وجودها يؤدي إلى تآكل أو أكل الأوراق، تنشط هاي في المساء، تنشط في المساء، تتغذى على الأوراق، تسبب تلف في الأوراق مما يؤدي إلى ضعف النبات، ما في إنتاج كثير كبير خصوصا في الخارج، تنتشر في الأماكن الرطبة. فلذلك من طرق مكافحة القواقع والحلزون اللي هو تقليل الرطوبة قدر الإمكان، الانتظام في الري، التهوية الجيدة. طرق مكافحة الحشرات اللي تم ذكرها في السابق، أول إشي تحديد الحشرة زي ما حكينا لكم عن كل حشرة وكل نوع كيف إحنا بنقدر نميزها. اثنين، الرش بمبيد حشري مختص لهاي النباتات بعد إخراجها من المنزل ورشها، وعدم الرش داخل المنزل لخطورة استخدام المبيدات بشكل عام وعدم الدراية والمعرفة في أضرار هاي المبيدات، المحافظة على الري، الضوء، عدم توفير الظروف المناسبة لنمو هاي الحشرات يؤدي أيضا إلى التقليل من الإصابة بهاي الحشرة. يا ريت الفيديو نال إعجابكم. معكم كان المهندس محمد، يا ريت إن عجبكم الفيديو عمل لايك واشتراك في القناة، ولا تنسوا أي ملاحظة أو أي تعليق تكتبوا لنا إياه أسفل الوصف. شكرا لكم.